جاني متهم أم بريء؟ هنا بقى الأم بنتها عندها 17 سنة كويس، وعندها دقن مزدوجة اللي هي دبل تشين يعني، وخايفة من عملية تجميل لبنتها. الأم جاية بقى عملها بالأم دي ومنعها بقى، البنت عندها عودة والأم ماسكاها ومنعها. طب الأم دي متهمة ولا جانية ولا بريئة؟ لا انا اعتقد انها متهمة، لان هي مش عارفة مصلحة بنتها، او هي بتحاول تسيطر عليها خوفا عليها. على فكرة يعني من الحاجات المفارقات مش في الدبل تشين بس، انا يعني بشوف امهات كتير قوي بتيجي مع بناتها بيبقوا مصرين على العملية، وهي مصرة على عدم العملية، فبتحاول تخلي الدكتور ما يعملهاش باي تمن. لدرجة ان انا حصل معايا موقف شخصي يعني، كنت في عيادة مش في مصر، كنت في عيادة بره، وكانت جاتي بنت كنت عامل مناخير صاحبتها، فجت هي عشان تعمل مناخير، فمامتها مش عايزه تعمل العمليه دي، فبتقول يا دكتور يعني انت تضمن ان المناخير هتطلع كويسه؟ قلت لا ما اضمنش طبعا. قالت لي امال هتعملها ليه؟ انا ايه اللي يضمنني؟ قلت لها حضرتك وانت ضامنه تروحي؟ ساعات الام من كتر ما هي خايفه على بنتها حاسه ان هي هتبوظ شكلها، حاسه ان هي هتدمر نفسها، حاسه ان هي ممكن يجرى لها حاجه، مع ان الاعتقاد ده ما بيجيش كده. انت عارف الشباب، انت عارف الشباب طبعا ما ينفعش تغصبهم على حاجه، وبالذات لو في حاجه نفسيه هي محركاها، لان هي بنت وشابه وبتقابل صحابها وبتشوف ان دي مناخيرها حلوه وحاسه ان انا مشكله وحاسه ان دي هتاخرني وانا معجبه بحد والحد ده مش باصص، كل ده هيبتدي يبقى حاجه نفسيه مرض، احنا قنبله موقوته ما نقدرش نتحكم فيها. فدايما الامهات بتلعب الدور ده خوفا على عيالها، خوفا على يعني ممكن مش بس خوفا على حياتها، ممكن خوفا على شكلها. فاحنا بنحتوي الكلام ده في ايه؟ هي محتاجاها ولا لا؟ يعني دايما انا لما بتجي لي ام في الموضوع ده بقول لها بصي حضرتك انت جايه هنا عشان تاخدي رايي، وانا هقول لك رايي الطبي مش رايي الشخصي. الطب هنا بيقول ايه؟ وفي حالات كتير جدا بتبقى الام عندها حق. يعني في امهات بتبقى جايه مع بناتها معتقده ان البنت صدرها مثلا محتاج يتعمل لها عمليه تكبير او هي صغير، وانا اكشف عليها ولا لا هو كده كويس. فهي الموضوع هنا لازم انت حتى كطبيب تمتص الام وتمتص البيت وتفر مين ميهم الصح، بحيث ان انت تبقى بتحل المشكله مش بتعقدها.